ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العذراء ليوم الثلاث 17 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اغسطس ل 3 سبتمبر. هتوصل النهارده الدعم هيبقى متبادل جدا مع كل الاشخاص اللي حواليك، هيحفزك النهارده بشكل ايجابي اكتر، هيساعدك ده علشان تعرف تتقدم اكتر. هيجيلك الدعم ده من لطف اهلك واصدقائك من جهة، وانفتاحك وتعاملاتك مع كل الاشخاص اللي حواليك من جهة تانية. ترجمتك لده هيبقى فيها تحفيز باسلوب بسيط اكتر لافعال لك اكتر من ما هي كلام بس. هتبقى النهاردة ملفت جدا للنظر، لازم تبدي اعترافك بالجميل ده وتفكر اكتر في ازاي هترده علشان تعرف تنمو في الدعم، جو يبقى فيه دعم متبادل اكتر وتنتعش اكتر بكل الحاجات اللي بتسهم في تطور العالم. توقعات العشرية التانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر. هتنتفع من انك تصاحب كل اصدقائك وكل عيلتك، هيبدو ان كل حاجة انت بتشتغل فيها بتشتغل بشكل تلقائي اكتر. هتحل المصاعب دي بشكل مباشر بمجرد انك تتولاها، لكن للأسف مش هيستمر الوضع ده بشكل دايم اكتر، لكن لازم تبقى بتنتفع من الفترة دي انتفاع كلي وتنتهز فرصة عدم وجود اي هموم في طريقك واي انشغالات عندك. هتقضي وقتك مع أصدقائك وعيلتك، هتشعر بأن كل الروابط بينك وبينهم هتبتدي تزيد. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر. عندك سهولة كبيرة في حياتك، هتستعجب حاليا من إزاي أنت عندك سهولة في الأمور دي. هتستخدم الفرصة دي، هتبقى محببة جدا تواجه بيها وتنهي بيها كتير من الأمور. عندها هتصبح مستعد علشان تعمل مواجهات أوقات أكتر توتر من أي وقت. هتصعب فيها الأمور دي وممكن تعتمد على تأييد أشخاص كتير جدا حواليك، بس لازم إنك تبتدي في إنك ترد الجميل ده فورا علشان تعرف تعتمد على مساعدتهم بعد كده في المستقبل.